لصالح النادي الاهلي، فبيجي التكريم من الجمهور، بيجي التكريم من الاداره، بيجي التكريم من الزملاء، وهو مش تكريم، هو تكليف من وجهه نظري انا اكتر. لكن كلمه اسطوره، اسطوره وليد سليمان اسطوره، انا وليد على فكره هو بيتفرج بص كده يعني بنوع من انواع التواضع والفرحه يعني والامتنان لهتاف جماهير النادي الاهلي. كابتن وليد مساء الفل. مساء الفل يا كبشوير، منورنا. ربنا يخلي حضرتك تامر حضرتك، وانا سعيد بتواجدي مع حضرتك، وشرف ليا ان اكون مع حد كبير، اسم كبير جدا في الكوره وتاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر، وبرضه اسم كبير جدا في الاعلام، كابتن احمد شوبير. ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن وليد. حسيتك في الهتاف، معرفش حسيت ان انت في ثواني رجعت لعيب تاني، في ثواني رجعت بالاحاسيس، في ثواني رجعت للجمهور، وانت عمرك ما انفصلت عن الجمهور، بس معرفش حسيتك قوي في الهتاف، حسيت ان انت ممكن تكون بتدمع، مع مجرد احساس معرفش. انا فعلا يا كابتن والله يعني جسمي ابتدى اشعر، يعني جمهور الاهلي خاصه يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وانا مرتبط بجمهور الاهلي من قبل ما اجي النادي. كان المباراه اللي الناس كلها عارفاها كان بين الاهلي وانبي، وانا وقتها كنت متواجد في انبي، جمهور الاهلي قعد ينادي عليا ويهتف اليوم ده. فعلا انا كنت بعيط في الملعب، وكابتن علاء عبد الصادق كان يعني بيحاول يخلينا ادخل في اجواء المباراه، بس من اليوم ده وانا فعلا جمهور الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. وانت لعيب في انبي، وانا لعيب في كان انبي، علاء عبد الصادق مدير الكوره في انبي، كان مدير كوره في نعم انبي، كان بالنسبه لي من اليوم ده حاجه كبيره جدا، ان كان بدايه ارتباطي بجمهور عظيم زي جمهور النادي بس الاهلي. انت طبعا اهلاوي من صغرك. انا من صغري الحمد احنا لله قصيه. لا احنا انا من المنيا مركز بني مزار. بس لعبت في القصيه؟ لا الأصيلة دي كان اختبارات للنادي الأهلي، كان أول مرة يعملوا اختبارات خارج القاهرة، مظبوط. وكنت موجود في الاختبارات، وكان موجود كابتن رمضان وكابتن بدر وكابتن شطة، وكان معايا عمر جمال، وكان عمر معايا جمال اسماعيلي. إسماعيل، وكان معايا علاء مصطفى دلوقتي مدرب في النادي الأهلي. ايوه. وكان الحمد لله يعني في وقتها كنا لسه صغيرين واختارونا وجينا النادي الأهلي، وكان كنا كان بالنسبه لنا حلم كبير جدا ندخل النادي، وقعدنا كام يوم ومشينا، يعني ما كانش لينا الحظ ان نكمل يعني. عشان ترجع تاني من الباب الكبير. سبحان الله، دي توقيت يا كابتن، وربنا بيختار التوقيتات، بس انا كان عندي اصرار ان انا ارجع النادي، ان انا زي ما قلت حضرتك انا اهلاوي من صغري، ومن عيله كلها اهلاويه، وابويا الله يرحمه كان اهلاوي جدا، كان بيتعصب يقعد يتفرج على الماتشات يعني بعصبيه جدا، ويعني غرس فيا الحب الاهلي وانا طفل، لحد ما الحمد لله بفضل الله حققت ان جزء ان انا اكون لاعب في النادي الاهلي واعمل اسم، والجزء الثاني ان انا بقيت مسؤول يعني في النادي.